على أرضه وبدون جماهيره. الوحدة ينتصر بثلاثية نظيفة على ضيفه عجمان. أول أهداف المباراة كان في الدقيقة 22 عن طريق يحيى الغساني في مرمى علي الحوسني. بعد ذلك الشاب جانلوكا مينيز يسدد عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة ويسكن كرة الشباك مانحا أبناء رازوفيتش التقدم مع نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني زاد الوحدة الغلة وضمن انتصاره عبر الظهير محمد برغش الذي سجل مرة أخرى بعد إلغاء هدفه الجميل بداعي التسلل.